لما تم استخدام سلاح البترول العربي لأن في قراءة جيدة للوضع الداخلي لنيكسون وقتها، اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن وقتها أمريكا راحت رفع عقدها بس خلاص. فده قراءة سياسية لأدبيات العصر وقتها، مش مسألة إن كان كده كده لازم هنحارب، لا، بس هو الظروف المحيطة إيه؟ أدبيات العصر إيه؟ قيس ده على مصر بعد 30 يونيو. أدبيات العصر وقتها كانت إيه؟ أو أدبيات واقعنا كانت إيه؟ رقم واحد، منظومة الأمن الإقليمي العربي مفككة تماماً. الإرهاب وصل استباحته للسيادة العربية إنه فكر يعمل دولة في هذا الإقليم. فبالتالي كان عندك رؤية وهو إعادة الدولة الوطنية مرة أخرى ودولة المؤسسات مرة أخرى في القطر العربي كله. ليه؟ من أجل إعادة منظومة الأمن الإقليمي العربي. ده واحد. طيب، اتنين، قراءة مصر لمحدداتها الإقليمية والدولية كفاعل إقليمي مؤثر يجب أن يعود بقوة، وفاعل دولي أيضا. طب ده اتحقق إزاي؟ ده اتحقق بزيادة الكم الاستراتيجي لمصر. ايه هو الكم الاستراتيجي لمصر ده؟ رقم واحد، تحديث شامل للقوات المسلحة بان انت اصبحت الكتلة الاكثر صلابة في منطقة جنوب المتوسط، هي ضامنة الاستقرار في هذه المنطقة. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان اهم شريان ملاحي عالمي انت طورته وبنيت وحفرت قناة السويس الجديدة، ادي رقم اتنين. انك امتلكت القدرة اللي اهلتك انك تحمي ثرواتك في شرق المتوسط وتستخرجها وتبقى قادر على حمايتها وتبقى انت المركز للطاقة وتبقى رقم مهم جدا في معادلة الطاقة العالمية. كل ده زيادة في التراكم أو زيادة في الكم الاستراتيجي لمصر. بالتالي ستجد إن المجال الحيوي للأمن القومي المصري مش هقول اختلف، لكنه أصبح أكثر اتساعا. المجال يعني في وقت من الأوقات للأسف كان المجال الحيوي لمصر الجوار المباشر. انت النهارده ما تقدرش تقول كده، لا، ده المجال الحيوي ممتد جنوبا لاعماق القاره الافريقيه، شرقا للعراق اللي داخل على انتخابات مهمه نتمنى للعراق كل الامن والسلامه والاستقرار واستمرار البناء المؤسسي اللي بتشهده العراق حاليا، غربا لحد دول المغرب العربي، شمالا لحد جنوب لحد دول جنوب اوروبا. طيب ارسم الدايره دي كده. ده المجال الحيوي النهارده للامن القومي المصري. خد الصورة دي ومعاها الصورة دي اللي هي ايه؟ واحد، عودة الثقة. اتنين، امتلاك القدرة. تلاتة، ادراك ادبيات وثقافة العصر. ستجد ان احنا علينا ان نكمل عبورنا زي ما جه النهاردة في الندوة التثقيفية. ستجد ان بالفعل قضية الوعي هي القضية ذات الأولوية القصوى.
ستجد ان من المنطقي ان الرئيس السيسي وهو بيتكلم النهارده على سيناء بيقول ان سيناء باذن الله ستشهد تعمير كأن التعمير لم يغب عنها طوال العقود الماضية. كل ده سياق منطقي، وكل ده سياق منطقي يقود لإيه؟ يقود إلى إن مصطلح الجمهورية الجديدة أو الجمهورية الثانية ليس مجرد مصطلح يتم استخدامه، لكن ده واقع دولة. دولة اتغيرت، دولة اتبنت، دولة عارفة خطواتها.